السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. أمي في الله وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي، ماما عبلة، عاملة دار لرعاية المسنين من مرضى الزهايمر. دايما طبعا هي سباقة لكل خير، ربنا يبارك فيها ويجزيها كل خير. أنا حقيقة اتعلمت منها يعني إيه الشغل لله. المهم امبارح ماما عبلة أعلنت عن ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الدار وطلبت المساعدة، وحقيقي الاستجابة كانت فوق التوقعات، وكان في تعاون ومبادرة من الجميع سواء المؤسسات الحكومية زي وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي أو حتى من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات أو حتى الأطباء والأشخاص العاديين. كل بادر وتطوع بالمساعدة باللي يقدر عليه، سواء بقى تعقيم الدار أو عزل المصابين، توفير اللي هم محتاجينه من رعاية وغيرها، وإحنا برضو إن شاء الله يكون لنا دور في المساعدة، وربنا يعين الجميع ويتقبل من كل واحد، وهو ده معدننا الحقيقي في وقت الشدة، ويا رب يعديه على خير ويشفي كل المرضى ويطمننا على أهلنا في الدار. لكن الحقيقة كان في مشهد تاني زعلني وحسسني قد إيه إحنا في مشكلة. ماما عبلة قالت إن هي كلمت أهالي نزلاء الدار اللي ما تصابوش عشان بقى ياخدوهم عشان ما يتعدوش، لكن اتفاجئت ان الغالبية مش عايزين ياخدوهم، يعني ابن مش عايز ياخد باباه او مامته لانه خايف بقى على نفسه. انا الحقيقة اتصدمت وبدأت اربط المشاهد، لان كنا كده بنسمع ان مثلا في ناس مش عايزين يستلموا جثة باباهم اللي مات علشان مات بالكورونا، خايفين من العدوى، رغم ان بعد الغسل بيتم طبعا تعقيم الجثة ولفها بشكل معين بيمنع انتقال العدوى. سمعت برضو ان في ولد ساب مامته اتصابت بكورونا لحد لما ماتت في الشقة لوحدها، كان يقدر حتى يتابعها بالأكل بالدواء، ياخد إجراءات الوقاية، يعمل لها أي حاجة، لكن هو سابها لحد ما ماتت. قصص الواحد حاسس إنها مش حقيقية من كتر ما هي غريبة. فالحقيقة أنا بسمع وبشوف قصص زي كده مش مصدقة إن ده ممكن يحصل. إزاي ممكن حد يوصل لمرحلة زي دي، ابن أو بنت يسيبوا باباهم أو مامتهم وما يفرقش معاهم للدرجة دي؟ ربنا يتولانا طبعا برحمته ويصلح الأحوال كلها. هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك، ربنا يكرمك، يا رب يحفظك ويسترك. آمين يا رب آمين. شيخ أحمد، ولا يحوجنا لحد بقى، يا رب بقى نزودها دي، يا رب ما تحوجنا لحد أبدا يا رب، إحنا ولا أولادنا يا رب. نعوذ بك ربنا أن نرد إلى أرذل العمر يا رب يا رب. انا لو شفت عنوان الحلقه دي هقول قسوه القلوب، يعني يعني اتفضلي. مش عقوق القران قال فقست، يعني ما هو ده عقوق، بس عقوق ادى الى قسوه. يعني الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الاشكاليه عارفه الايه في سوره البقره، فقست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. انا مش هاجد يعني توصيف أكتر من كده، إن هي دي أشد قسوة كمان من الحجارة، بل بالعكس، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. لكن ده حتى القسوة ما فيش، هو ما افتكرش حتى قضية اللي هي حملته في بطنها، أو الإنسان الراجل ده الذي قام ورباه، أو سواء كانت امرأة فحملته في بطنها يعني 9 أشهر، أو الأب اللي كان بيجري وبيتعب ويشقى عشان يجيب الطعام ويربي ابنه ده، فهو نسي كل ده على الإطلاق. بل بالعكس، شوفي لما نيجي مثلا أن أعظم صلة الرحم أن يبر الإنسان والديه، ده أعظم صلة الرحم، وده من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وصلة الرحم أنواع، أعظمها أن هو الإنسان يصل أبويه. وربنا الكريم لما تكلم بقى جملة كده عن قضية صلة الرحم قال: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. شوفي قرن إيه بقى بالإفساد في الأرض، وتقطعوا أرحمكم. طب الناس اللي تعمل الكلام ده أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هي دي قضية بقى، خلاص هو لا شايف والبعيد ما بيفهمش وما بيسمعش، فدي إشكالية كبيرة جدا يعني، فأصمهم وأعمى أبصارهم. فدي قضية خطيرة جدا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة بيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قارن بيه على طول النبي عليه الصلاة والسلام على طول، قال: عقوق الوالدين. فدي إشكالية كبيرة جدا. عقوق الوالدين، أيوة طبعا، هو أنا لما حط ده الأصل أصلا، كونك أنت تحط أبوك أو أمك في دار مسنين، أنا ده من أكبر العقوق. ولذلك القرآن الكريم لما نقرأ في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، طيب تمام، فيمشي بقى مع المراحل، إما يبلغن فين بقى، عندك أنت مش ترميهم. أنا شايف دي رمية،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ده القول اللي هو عارفة الإيه الأف الكلام، فما بالك بالفعل اللي أنت ترفض إيه اللي هو ده بقى. أنت فاهمة؟ فلا تقل لهما أف، ده كلام، فما بالك بالفعل اللي هو يرفض أصلا، يقول لا خلوهم، اعتبروهم كورونا، اعتبروهم ماتوا، اعتبروهم ماتوا، يا نهار أبيض. لا بس خلي بالك كما تدين تدان، بالظبط، يعني كما تدين هتلف تدان. عليك الايام اكيد هتلف، طبعا هتيجي لك. وسبحان الله، واعلم ان ربك لا يظلم احدا وما ربك بظلام للعبيد. والعبد لا يظلم الا نفسه بسببك انت، بس ساعتها بقى ولا تحين مندم، هتقول يا ريتني، هتقعد بقى تغني كده وتعيط وتقول يا ريتني. بس خلي بالك ده باب مفتوح ليك للجنه، حافظ على الباب ده قبل ان يغلق. ولذلك فليعمل البار ما شاء ان يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنه، فلن يدخل الجنه. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بلا، ثم بعديه يا رسول الله ايه اللي بعديه؟ قال عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والقران لما ذكر اما يبلغن بقى عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، يبقى انت ده انت جمعت بين ده القول مع الفعل مع اللي انت نهرت الوالد او الوالده، فلا تنهرهم وقل لهما قولا كريما. لان يعني ايه وقل لهما قولا كريما؟ خاصه بقى لما يكبروا، لان الراجل لما يكبر بيبقى خلاص تعرفه اللي هو بيرد الى ارض للعمر، فبيرجع كانه طفل صغير، فيبدا يكرر الكلام اكتر من مره، وممكن يبقى لحوح في الكلام او الاسئله، فيقول لك اوعى تزعل، اوعى تتضايق، لانه انت صغير. كان في فيديو منتشر كده ان الطفل بيسال قاعد مع ابنه، راجل قاعد مع ابنه، فبيسال يقول له ايه ده؟ يقول له عصفوره. فشويه ثانيه ايه ده؟ فاكر انت الفيديو ده؟ ده عصفوره، ده عصفوره، ده عصفوره. فزهق بقى منه، يعني زهق منه فزعل، فافتكر ايام ايه؟ جاب له الصور، الالبوم بتاع الصور، وبيقول له بص انت كنت برضه بتسال نفس الحكايه، بس انا كنت ايه صابر عليك، فبقول لك دي كذا ده كذا ده كذا ده كذا. فانت لازم تكون كده. ولذلك القران يقول ايه؟ وقل لهما قولا كريم. يعني ايه قول كريم؟ يعني ايه قول كريم؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده. سعيد بن المسيب بيقول زي ما تكون انت عبد وعند سيد، والسيد ده فظ وغليظ وانت اذنبت، فشوف هتكلم العبد ازاي، شوف هتكلم معاه ازاي. قال كذلك الامر، تستخدم هذه الطريقه مع الوالدين بكل ذل، تكلم سيدك ازاي طبعا. ولذلك ابن القاسم عليه رحمه الله كما في كتاب البر للطرطوشي بيقول كان يقرا عليه كتاب الموطأ للامام مالك. وابن القاسم ده هو كان قرين الشافعي، يعني راسه كده براس الامام الشافعي، حد من العلماء الكبار جدا، وهو ناشر مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. فابن القاسم قاعد، فالناس بتقرأ عليه كتاب الموطأ لسيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله، وفجأة أمه جت سألته في سؤال، فراح لأمه وكلمها وكلمته خلاص، ورجع فوقف والناس بتقرأ عليه وهو واقف، وقعد واقف طويل جدا. وبعدين فجأة راح قاعد، قالوا له أنت عملت كده ليه؟ قال أنا لما قمت كانت أمي لسه واقفة، فطول ما هي واقفة أنا واقف احتراما لأمي. قال فلما جلست جلست. سبحان الله، شوف اخلاق العلماء. ولذلك فليعمل البار ما شاء ان يعمل فلن يدخل الايه النار. ده باب مفتوح للجنه، حافظ قبل ان يغلق هذا الباب. طبعا احنا على الهواء مباشره معكم مشاهدينا، ومستنيين تليفوناتكم لو عندكم اي اسئله للشيخ احمد. ومعانا اول تليفون. نادي اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا، منوره يا قلبي، ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. بقول لك انا كنت عايزه اسال الشيخ احمد بس سؤال. اتفضلي يا فندم، اتفضلي حضرتك. ازيك يا شيخة؟ الله يخليك، الحمد لله بخير والله. بقول لحضرتك، هو انا كنت اديت لاولادي كل واحد 100 جنيه، وقلت يعني في نيتي ان دي صدقه جاريه على امي وابويا، تنفع لاولادي؟ حاضر، ماشي حبيبتي. علشان بس انا قلقانه من الموضوع ده، لكون ما وصلت لهمش يعني. ماشي، حاضر. ماشي، يا ريتهم كانوا عايشين والله. يا ريت، رحمة الله. يا حبيبتي الله يرحمهم ويرحم اهلنا كلهم. الله يرحمهم يا حبيبتي. الله يرحمهم يا حبيبتي. لا شك ان اعظم الصدقات هو ان ينفق الانسان على نفسه ثم على اهله، لا شك. ودي قربة الى الله تبارك وتعالى، ان الانسان بينفق على الابناء من باب اللي هو انا من والدي، صح؟ واولادي مني، فاذا اولادي من مين؟ والدي. من والدي، وليس الانسان الا ما سعى، وده عمل صالح، وده ولد صالح، والإنسان الصالح فإذا أنفقت فهذا يرجع إلى والديه. ولذلك الإنسان دايما كده هو بيعمل كل عمل كده ينوي إن ده من باب القربة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن ده يرجع للوالدين.
والحاجة التانية إن الإنسان لما يجي وده يخليها دايما كده، أي عمل بيعمله يا رب اجعل ذلك في ميزان حسنات والدي. دايما اجمع بقى، عاوز بقى والدين، الزوجة، الوالد، الآباء، وهكذا، فده كله فمن أعظم الصدقات أن ينفق الإنسان على نفسه ثم على أبنائه. فإن شاء الله نسأل الله أن يصل هذا الأمر يعني إن شاء يا الله. رب. كاميليا أهلا بيك. عليكم السلام، اتفضلي. بعدين نتكلم الشيخ معاك يا حبيبتي. اتفضلي يا عم الشيخ. لو سمحت حضرتك، انا من 24 سنه اتجوزت واحد وحملت منه، وبعدين سابني عند اهلي وقعد 3 سنين ما طلقنيش، ما رضيش يصرف على بنتي ولا يصرف عليا. وبعد كده انا لما اجيت اتطلقت كان شرطه، قلت له تنزل عن البنت، كان شرطه ما يدفعلناش مصاريف. ماشي، سامع حضرتك؟ ماشي، اتفضلي. ما دفعلناش مصاريف، ومن يومها ولا شاف بنته ولا اي حاجه ولا سال عنها، بس انا وهي صغيره عندها 9 سنين بعتها له عشان يعني يشوفها، مع ان هو اتنازل عليها على الورق وقال ان هي ملك ليا وان هو مش هيصرف عليها طول عمرها ولا هيطلبها ولا اي حاجه خالص. طيب بعتيها وشافها وبعدين؟ انا بعته شافها فادوها 100 جنيه، فهي ما رضيتش تاخدها. يعني هي عندها 9 سنين وادوها 100 جنيه فهي ما رضيتش تاخدها. وبعد كده هي كبرت وبقت عروسه عندها 19 سنه واتجوزت، طلبته قلت له هتجهزها، قال لي ملهاش حاجه عندي. قلت له طب ماشي خلاص الجهاز انا جهزتها. جيت يوم كاتب كتابها قلت له هتيجي كاتب الكتاب، قال لي اصلها بنت مش عارفه ايه. قلت له يعني ايه؟ طب خلاص. هي ما كلمتهوش خالص، قال لها لما اكلمها قال لها انا هجيبك وعلقك في السقف وهولع فيكي والكلام ده كله. فبعدين وفي الاخر انت سؤالك هتيجي ايه بقى؟ الكتاب انا حضرتك هتيجي كاتب الكتاب؟ قال لي لا. سؤالي احنا كده علينا وزر ولا ما عليناش؟ انا بخاف ربنا. عليك وزر في ايه؟ عليكي وزر ان هي ما بتشوفوش ولا بتكلمه ولا تعرف عنه حاجه. هو الوزر عليه هو. ماشي، حاضر اجاوب يعني. وده على فكره من عقوق الاباء للابناء، وانا بقول لها استعيني بالله عليه، يعني استعيني بالله تبارك وتعالى علي. احنا القصه مش مدركينها طبعا، مش عارفين، لكن على حسب الكلام ده هذا رجل ظالم، يعني هذا رجل ظالم لنفسه، ظالم لاهله، وهو مسؤول امام الله تبارك وتعالى عن ابنته. فلا شك ان الله عز وجل سيساله. وقضيه ان هو يجي ويقول انا هعلقك ويمنع الزواج او ما الى ذلك، فده اللي احنا بنسميه العضل في الشريعه الاسلاميه، وربنا قال فلا تعضلوهن. فرجل استعيني بالله تبارك وتعالى عليه. شيخ احمد، احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل كل حلقاتنا. حضرتك خليك معانا. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة مبادرة فاستبقوا الخيرات التابعة للجمعية المصرية، واللي بنحاول من خلالها نساعد أي حد محتاج المساعدة، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها، واللي لازم نكون كلنا جنب بعض. يا رب كده ربنا يفرجها علينا جميعا ويقدرنا على جبر خواطر الناس، ونفضل يا رب دايما كده كلنا متجمعين في الخير. أهلا بيك مرة تانية شيخ أحمد. الله يخليك، يا ربنا يكرمك يا رب. أنا كمان برحب بمهند السادات، طبعا مهند من فريق إعداد برنامج بيت دعاء، وهو اللي بينزل يصور الحالات والانجازات الخاصه بالمبادره مع باقي فريق البرنامج. هو معانا علشان ينقل لنا الصوره لما بينزلوا وبيشوفوا ايه في الواقع، وكمان هيحكي لنا على الحاله اللي صوروها واللي هتتعرض النهارده. اهلا بيك يا مهند، منورنا. اهلا وسهلا استاذه طه. عايزه ابدا بيك يا مهند وتقول لي كده سريعا، ايه احساسك لما بتنزل وبتشوف الحالات دي بنفسك وبتشوفهم قد ايه محتاجين؟ احساس كويس. الشيخ احمد هيجاوب بدالك. هو الحقيقه احنا متعودين على موضوع الخير ده من زمان دايما، واحنا معاك يا دعاء في كل البرامج. طبعا بيبقى ليه احساس مختلف ويبقى غير اي تقرير احنا بننزل نعمله، لان انت بتبقى حاسس انك بتنقل يعني مشاعر الناس، وبتنزل تنقل اللي الناس عايزاه واللي هم محتاجينه. فبيبقى طبعا حاجه في قمه الروعه، وانت كده يعني ايه بتقول تعالوا نسمع الناس او نشوف الناس بيقولوا ايه او عايزين ايه او محتاجين ايه. وخصوصا كمان لما بتبقى الحالات بقى اصعب بيبقى الموضوع علينا، يعني ايه وانت بتصور او بتسجل معاها مش عارف تبدا منين، ولا تسالها تقول لها ايه، ولا تبقى خايف جدا على مشاعرهم، وفي نفس الوقت بس نفسك تنقل اللي هم بيحسوه او اللي هم عايشينه للناس، بحيث الناس تقدر تتواصل معاهم يعني بعد كده.
واحلى حاجه انه احنا طول الوقت طول عمرنا بناخد نيه لله قبل ما ننزل او نعمل اي عمل خير، وربنا كده يتقبل ان احنا نقدر نساعدهم ونكبر بخاطرهم ونعمل لهم اللي يقدروا عليه اللي احنا نقدر عليه. الخوف خوفان، خوف على المشاعر وخوف عشان التباعد الاجتماعي بقى، ربنا يكرم بجد بقى كل شيء طبعا ربنا يكرم بجد اي حد بينزل خير في الايام دي، لان هي حاجه صعبه جدا يعني يعني حاجه صعبه مش سهله، قرار مش سهل على الواحد. بس اللي بيهونها فعلا هي فكره ايه، ان اللي اتعلمناه فعلا في البرامج اللي شغالين فيها يعني من زمان، طبعا انا من فريق اعداد استاذ دعاء من زمان، فاللي اتعلمناه ان طالما نازلين نعمل خير او نازلين نتابع حالات الناس او نازلين ننقل صورة الناس، فده بيهون كتير قوي من الحاجات اللي او بتبقى بقى خلاص واخد اسباب وتقول يا رب احنا ان شاء الله توكلنا عليك ان احنا نازلين نيتنا نساعد الناس ونوصل صوتهم، فربنا بيسترها يعني الحمد لله. هو صديق مهند، بس يعني هو من فريق الاعداد بتاعك من زمان صح؟ من بيت زمان من ايام لا من لا ايه من 8 9 سنين من زمان. مهند ابني زي ما انا عارف بالزبط. انا بتكلم بقول له من ايام بيت زمان قبل الزمان كمان طيب احنا عايزين نشوف كده مع المشاهدين التقرير للحاله من حالات مبادره فاستبقوا الخيرات، الحاجه سعديه وجوزها الحاج محمد وهم في محافظه الاسماعيليه. تعالوا نشوف الحاله ونشوف هم محتاجين ايه. من بين كل الوشوش اللي قابلناها في مبادرة فاستبقوا الخيرات كان وش الحاجة سعدية وجوزها محمد حسين بيحكي وبيوصف حالهم من غير ما يتكلموا. سعدية عبد العظيم عبد الجواد من الجيزة، مش من هنا، من الجيزة، هو دي اللي كان قاعد هنا والنصيب جابنا هنا. أنا بقول لك جاية كنت اتجوزت، جيت من الجيزة على ده اتجوزت هنا، وكان يعني الحكاية ماشية وجوب صحتنا وبنشتغل، بس نادم كبرنا بقى ما قدرناش. والله البيت ما فيه ولا دورة مية ولا أي حاجة فيه خالص يا حاج، بنتمشى كده في الجنان بنعمله. ويجي على الطبيعة يشوفوهم، يجوا على الطبيعة يشوفوا اللي كان في دورة ما بحسابها ولا في كهرباء ولا في أي حاجة. هذا احنا ما قلت الآية اليوم بيعدي يوم وراضيين وبنقول الحمد لله. سوة اشتكينا هي ماشية، كتمنا في قلبنا هي ماشية، بس بنقول الحمد لله أكثر من كده ما نقدرش نقول. يعني عشان هنشكر ربنا سبحان الله وتعالى، هو ربك اللي مطلع مطلع علينا احنا عايشين ازاي. احنا عايشين ازاي وماشيين ازاي وبنقول الحمد لله. بننام في الارض واحنا قاعدين على الارض، وعايزين يجوا يشوفوا على الطبيعه كمان. هم يجوا يشوفوا على الطبيعه، بننام على الارض. السرير من النطر اتكسر، نزل علينا النطر كسرته، والحيطان كلها اتسقطت عليهم. سوى رضينا هي ماشيه، ما رضيناش هي ماشيه. حد يقول حد. أهم شيء تعملوا لنا البيت لحسن، البيت نخل خالص والبتاع الجدر كله اتاكل، وانت زي ما انت شايف ولا حول ولا قوة. في ظروف ممكن تحتمل والناس تتعايش معاها، لكن حال الحاجة سعدية وجوزها الحاج محمد حسين محتاج مننا وقفة بجد. ولا انا اقدر اعمل حاجة ولا الراجل اقدر يعمل حاجة، ولا البنت اللي شافت تحت رجلها قادرة تساعد معايا. يعني الحالة قدامكم على الطبيعة. كنت شغال، ما كنتش محتاج حاجة من حد، إنما ربنا كتب عليا إن أنا راجل كبير، هو ما عنديش يومين ما بقدرش أجيبها.
الفرس ما بقدرش امسكها دلوقتي بايديا، ايديا عاجزه خالص. عيالي معاني، بس كل واحد في بيته. انت عيلك محتاج الجنيه وهتدي لامك؟ يبقى ابنك جعان وابوك جعان هتدي لابوك؟ لا لا لا. اليومين اللي احنا فاضلينهم بدل البيت ما يكربس علينا انا والبيت وراك. خش واوريك بتاع البيت، والله يا ابني ما في دره ميه. عاوزين قطين ودره ميه، ويبقى تشكر يا ولدي، اكتر من كده مش عاوزين. الناس اللي شقيت وعاشت عمرها في الظروف الصعبه دي، ان الاوان نريحهم ونوفر لهم اساسيات الحياه. بجد يعني زي ما شفنا التقرير، يعني بجد الحالة صعبة، بجد تقرير صعب بجد. يعني أنا مش قادرة أتخيل إن الناس إزاي لما يكبروا كده في السن ويتعبوا. هم اشتغلوا باليومية، بس خلاص طبعا كبروا وعجزوا ومرضوا، مرض عندهم مش هيقدروا إن هم ينزلوا في السن ده يشتغلوا، فيبقى كده خلاص الدنيا وقفت بالنسبة لهم. وبعدين في كلمة شيخ أحمد مهمة هي قالتها قوي، أنا عايز أسألك فيها بقى. إن هي بتقول إنه لو أنت معاك لقمة وأمك جعانة وابنك جعان، هتديها لأمك؟ أكيد لا، هتديها لابنك. إزاي يعني؟ هي ده من التجربة اللي هي شافتها بعينيها، لكن ده مش الأصل. هي بتفكر على فكرة بقلب الأم، بالعاطفة. هي دلوقتي بتفكر بعاطفة الأمومة، إن هو ابني تعبان، فأنا لو أنا هموت هأكل ابني. هي بتفكر بعاطفة الأمومة. لكن لما نيجي نشوف الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليهم صخرة، واحد منهم كان إيه؟ كان ما بيرضاش يأكل ولاده. قبل بيقول والصبية يتضاغون من تحت قدميش، قاعدين يعيطوا جعانين، بس ما رضيش أكلهم قبل والديش. يأكل بابا ومامته الأول وبعد كده لأني يأكل ولاده. أنا من والديش وأولادي مني. الإشكالية فيها. وبعدين ليه يعيشوا لوحدهم أصلا؟ ليه؟ ما احنا ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ليه الاب والام يعيشوا لوحدهم بالطريقه دي؟ مهند بقى راح الحاله دي ومصورها بنفسه، وهو يقول لنا يعني هم اولادهم خلاص ابوهم اتجوزوا. هم قالوا ان هم اولادهم كلهم متجوزين وسايبينهم تقريبا. ده المتعارف عليه في المنطقه هناك. برضو المنطقه دي اسمها كيلو 11 في اسماعيليه، منطقه كده يعني على الاطراف شويه. طبعا بيتهم زي ما الناس شايفه كده. عايز اقول لكم يعني احنا دخلنا نصور البيت نفسه بصعوبه، يعني اللي يخش البيت فعلا يحس الدنيا صعبه. يعني عشان ما نقولش كلام حتى نضايق الناس، لكن أيوة يعني الدنيا هو البيت محتاج ان هو يترمم. بيوقع عليهم، بينزل عليهم ميه من اقل حاجه، والشمس برضو نازل عليهم، يعني السقف بتاعه والحيطان على الطوب زي ما الناس كلها شايفه كده، طوب بس، يعني طوب غريب كمان كده. واهم حاجه ما فيش عندهم تواليت. بالظبط، ما عندهمش مكان. فبيقولوا بنطلع بره، فطبعا دي حاجه دوره ميه. دوره ميه، هم بيقولوا دوره ميه. فحاجة صعبة بصراحة ان في الوقت ده وفي السن ده الناس تطلع مثلا عشان يطلع في مكان بعيد او حاجة زي كده، تبقى صعبة قوي الحقيقة. وكمان ما عندهمش مية جوه البيت، يعني هم في حنفية جنب البيت كده من بره، فهم حتى ولا مية ولا دورة مية ولا حاجة كده. هي قالت كمان كلمة انه قالت ان بنتها اللي عايشة معاهم مش عندها بتشوف. بنت ما بتشوفش، يعني مريضة شوية، وهم اللي بيعولوها، يعني مش هي بتعولهم. يعني من الواضح من الصوره يعني كان هم اللي بيعولوها وبيخلوا بالهم منها. فالحقيقه من اصعب الحالات اللي الواحد نزلها، واللي حتى واحنا بنصور وهي بتتكلم انا كنت قاعد ساكت، يعني ما قطعتهاش، انا سبتها وهي فضلت تتكلم وتحكي وتشكي، وفي الاخر بتقول احنا راضيين الحمد لله. يعني فربنا يكرمهم كده وان شاء الله الناس تقف معاهم. يعني وطبعا ارقام تليفونات الجمعيه المصريه ومبادره فاستبقوا الخيرات موجوده قدامكم على الشاشه. اللي يحب يساعدهم يتواصل مع ارقام المبادره علشان نقدر نغير حالهم كده ونرضيهم. يعني هي شيخ احمد بتقول في كل الاحوال ان هي يعني راضيه. انا ليا حاجتين هقول، وده اللي انا هقول في الموقف ده. يعني ده موقف لا يرضي احدا ابدا على الاطلاق.
يعني لا يرضي يعني احدا من البشر. الله عز وجل يعني وضعهم في هذا الاختبار لهذه الامه، يعني اختبارا للناس. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول للسيده عائشه رضي الله عنها، يقول لها: يا عائشه، احب المساكين وقربيهم فان الله يقربك يوم القيامه. فدي واحده. الحاجه الثانيه، احنا دلوقتي في اشهر الحج، واعتقد الناس اللي كانت بتتسارع اللي هو في حج التطوع، اللي احنا يبقى حاجك حجه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وبيصرف مئات الالاف عشان يحج، وبيبدا يتباهى ويطلع السوشيال ميديا ويقول مش عارف كذا. سيدنا جابر بن زيد بيقول: لن اتصدق بدرهم خير لي او احب لي من حجه بعد حجه الاسلام. ده افضل، لان اتصدق لان اتصدق بدرهم على اليتيم والمسكين احب الي من حجه بعد حجه الاسلام. تخيلي بقى الحج بقى اللي هو يعني الله عز وجل يغفر الذنوب، وان الله عز وجل يخلي الانسان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كما في الاحاديث، ومع ذلك يقول: لا، انا حجيت حجه الفريضه وسقط فرض الحج من علي. خلاص كده الفلوس بعد كده، تعالى بقى ده دورنا بقى دلوقتي. دورنا، او الحج واقف، الحج واقف، واللي كان بيقدر راح يقدم، مش عارف يقدم، خلاص الدنيا واقفه. فنعمل ايه؟ تعالوا يا جماعه باقل القليل 20,000 جنيه، انا شايف يظبطوا البيت، يمكن اقل كمان، يظبطوا البيت ده. هم عاوزين يعيشوا حياه، غير كده الراجل ده هياكل منين بعد كده؟ يعني هياكل ازاي؟ فده محتاج ان حد ينفق عليه نفقه شهريه. الست دي عاوزين دوره ميه في البيت يا جماعه، ما فيهوش دوره ميه، الحاله كما سقف نفسه يعني، حتى دوره الميه لا، ده اقل حاجه لو دوره ميه، حاجات اساسيه على الاساسيات الضروريات اللي هو ده مش موجود. فلذلك ما نقصت صدقه من مال، او ما نقص مال من صدقه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: وليعلم الانسان انه اذا تصدق باقل القليل فان الله يظله يوم القيامه في ظل صدقته يوم القيامة، اللي هو يوم بقى تدنو الشمس من الرؤوس. الشمس بقى، شوفي احنا النهاردة درجة الحرارة والناس يعني بتقول مش قادرة، فبالك بقى الشمس تدنو من الرؤوس، تدنو من الرؤوس، تلاقي في واحد كده مستظل بظل الصدقة لا يصيبه حر الشمس. بسبب ايه؟ بسبب حاجة كده عملها لله تبارك وتعالى. الناس دي تحتاج إلى تكاتف، تحتاج إلى بذل جهد، إلى إخلاص، إلى تضافر، حتى نستنقذ هذه الأسرة من هذا الفقر. يقول عمر بن الخطاب: لو كان الفقر رجلا لقتلته. في حاجه كمان عايز اكد عليها، فكره كمان يا جماعه، هم بيتهم ملوش باب، يعني برضو لو الناس ركزت كده، هو بيتهم مفتوح، يعني الطوب سابوا لهم شويه كده عشان يدخلوا نص السقف يعني. فالبيت المفتوح ده يا جماعه برضو في المنطقه اللي هناك دي، منطقه زراعه وحاجات زي كده، فبالليل بكلامهم وباللي احنا شفناه، يعني مش عايز برضو اقول حاجات تضايق الناس، لكن باللي احنا شفناه في بقى حاجات كتير قوي ممكن تدخل عليهم وهم قاعدين. ده الباب بتاع البيت، يعني حاجات ممكن وهم قاعدين كده اي حاجه تدخل لهم، حشرات بقى وغيرها يعني. بصراحه كتير يعني الوضع هناك كان صعب قوي، وحتى ما عندهمش اضاءه، يعني ما عندهمش كهرباء في البيت، مفيش نور كمان. يعني ممكن كده بيوصلوا لمبه مثلا بسلك ويروحوا يوصلوا. احنا حتى كل التصوير ده لو الناس تاخد بالها، احنا مشغلين الكشافات وكده عشان يظهر اي صوره للناس. احنا كنا بنصور الحاله دي، كانت اخر حاله وكان بالليل. ف يعني وضعهم بصراحه يعني ظاهر مش محتاج حتى حد يحكي او يتكلم. يعني انا ليا رجاء، فاضل قد ايه بس؟ خلاص الوقت خلص. طيب انا ليا رجاء ان الحاله دي، ارجو ان الناس المشاهدين يبداوا يتفاعلوا مع هذه الحاله، وامل من الله تبارك وتعالى، لان الاسبوع الجاي انا كزائر هسال عن الحاله دي، لابد ان يكون تم انجاز حقيقي على الارض باذن الله تعالى في الحاله دي الاسبوع القادم، ويزعل الناس ونقول لهم دي الثمره، دي الثمرة، ثمرة الإنفاق، ثمرة التصدق، لأن الناس لابد أن تتفاعل مع هذه الحالة إن شاء الله، بمساعدة بقى الناس أهل الخير طبعا. وأهل الخير، والأرقام موجودة على الشاشة. وبشكرك جدا يا شيخ أحمد، وبشكرك يا مهند، ومشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل.
مشاهدينا طبعا مع الحظر والقعده في البيت ناس كتير وزنها زاد بسبب الاكل الزايد وقله الحركه، طبعا احنا معذورين بسبب الضغط النفسي والملل كمان، لكن الحقيقه لازم نخلي بالنا خصوصا الناس اللي عندها سمنه مفرطه، نحاول قدر المستطاع نظبط موضوع اكلنا ونمشي على نظام غذائي صحي. اللي حاسس بقى ان الموضوع وصل معاه لسمنه مرضيه لازم يراجع دكتور متخصص وهو يوجهه سواء لنظام غذائي مناسب يحافظ على صحته او لو محتاج تدخل جراحي يوضح له حالته وايه اللي هو محتاجه، وربنا يحمينا كلنا من الامراض ويرزقنا الصحه والعافيه يا رب. اسيبكم دلوقتي مشاهدينا مع فقرتنا الطبيه الاستاذ الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنه. السلام عليكم، انا اسمي سحر محروس من محافظه المنوفيه، انا وزني 160 كيلو وسني 26 سنه. انا بعاني من السمنه من فتره طويله قوي، من صغر وانا بعاني من السمنه، عملت دايت كتير او مفيش حاجه نفعت، بعمل دايت واخس وارجع اتخن اكتر من الاول، وانا دلوقتي والله العظيم لا بعرف اروح اكشف على ابني ولا بقدر امشي، ومحبوسه في قلب البيت ما بعرفش اروح في اي حته، والسمنه دي بوابه لكل الامراض. انا عندي ضغط وعندي سكر وظهري بيوجعني وما بقدرش امشي، وشفت دكتور كريم على اكتر من قناه وقررت ان انا اجي النهارده واعمل عمليه عند دكتور كريم صبري. رحت له وقابلته وهو بجد كان يعني انسان جدا 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 معايا، وهو يعني دكتور محترم ودكتور كويس ودكتور يعني قبل كل حاجه هو انسان وكويس جدا جدا جدا. وانا جيت النهارده علشان اعمل عمليه تكميم مع دكتور كريم، وبقول لاي حد بيتفرج عليا دلوقتي والله العظيم انا هعمل العمليه عند دكتور كريم، واي حد بيتفرج يجي يعمل عمليه التكميم عند دكتور كريم، لانه دكتور يعني انا مش هتكلم عليه كتير، تعالوا انتم وشوفوه، وانتوا اللي هتحكموا على كلامي لما تيجوا وتقعدوا مع دكتور كريم وتقرروا ان انتوا تعملوا عمليه عند دكتور كريم، وان شاء الله تستنوني بعد العمليه ودعواتكم ليا. اهلا بيكم. تكميم المعده بالمنظار هي من العمليات اللي هي يعني قويه في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي السكر والضغط. مدام سحر الحقيقه 160 كيلو 26 سنه مريضه ضغط وسكر. الحقيقه طبعا احنا هنعمل لها تكميم معده. تكميم المعده ليه فرايتيز كتيره جدا، منها التكميم العادي، منها التكميم اللي هو المطور او التكميم المعدل بتركيب حلقه اعلى المعده بحيث ان هي لا تسمح للمعده بالتمدد بعد اجراء العمليه. العمليه بتتم بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى، وبنخرج بنقعد يوم ونمارس حياتنا الطبيعيه. تكميم المعده الهدف منها ان احنا بنشيل جزء من المعده هو المسؤول عن افراز هرمونات الجوع، وبالتالي لما بيقل بنسبه 80% من افراز هرمون الجوع وبالتالي بنشبع بسرعه ما بنجوعش على فتره كبيره، وبالتالي ليه تاثير مباشر على مرضى السكر والكوليسترول المرضي وكمان الامراض المصاحبه زي دهون الكبد. وفي امراض كتيره جدا بتبقى مصاحبه للسمنه المفرطه، بمجرد ان احنا بننزل الوزن كل الامراض دي بتتعالج، ويعني دي بتكون من تبعات يعني مرضى السمنه المفرطه. تكميم المعده يمكن اجراها بالدباسات العاديه، يمكن اجراها بالمستهلكات برضو الطبيه الاحدث شويه زي الدباسه الذكيه اللي هي الالكترونيه، اللي هي طبعا بتستخدم التدبيس الثلاثي الكترونيك، يعني طبعا بتبقى بتساعدنا اكتر باستخدام الدبابيس الثلاثيه، احكام اكتر على الانسجه، تسريب اقل، نزيف اقل، وبالتالي النتائج اعلى لان وقت العمليات بيكون اقل. هنطمنكم على بقيه الناس في الليسته النهارده، ومدام سحر ان شاء الله نشوفها بعد العمليه على خير، وعايزين نوصل لكم رساله ان العمليات سهله، وقتها قصير، اعادتنا للنشاط الطبيعي في وقت قصير جدا. شكرا جزيلا، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سم. 6 سم دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سم الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضو بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سم، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسه قد تستخدم لمجموعه من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعده زي ما هنشوف بعد شويه. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعده بطريقه امنه، ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل. طبعا يعني قسمنا لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة، ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة ممتازة، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل. الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية إن احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة، ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا.
المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. أنا سحر محروس، عندي 26 سنة، وزني 160، عملت عملية تكميم مع دكتور كريم، قمت اتمشيت بعد ساعتين وشربت مية بعد 6 ساعات، وأنا كويسة والله ما فيش أي حاجة، وأنا عندي طفل وولدت قبل كده قيصري والله العظيم، والعملية دي أسهل من القيصري وما فيش أي تعب ولا أي جروح صغيرة خالص. وبنصح اي حد بيعاني من السمنه ياخد قرار ويجي فورا عند دكتور كريم اللي يعمل عمليه التكميم، لانها والله العظيم سهله خالص وما فيهاش اي حاجه. استاذه سحر، احنا عملنا لها تكميم معده وكان على وزن 160 كيلو 26 سنه. الحقيقه طبعا انه تكميم المعده من العمليات القويه في انقاص الوزن، القويه في علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. دايما بنختار تكميم المعده في ان هي تعالج السمنه المفرطه وامراضها المصاحبه، وخصوصا في بدايه مقتبل العمر او في نهايه يعني او في العمر اللي هو فوق 65 سنه. سواء في السن الصغير او السن الكبير عمليه التكميم هي امنه تماما. عمليه التكميم يمكن اجراءها لمختلف الاعمار مختلف الاوزان، وهي قوية في علاج الوزن الزايد، وقوية كمان في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. ويمكن استخدام تكميم المعدة أيضا في علاج السكر الخفيف، يعني السكر إذا كان فيه يعني ماشيين على أقراص سكر في خلال أول 5 سنين، السكر لسه لم يحدث منه مضاعفات شديدة، يمكن إجراء تكميم المعدة سوف تتخلص تماما من السكر مع الوزن، لأن ده دايما عادة بيكون السكر هو مرتبط بالسمنة المفرطة، لأنه سكر من النوع الثاني في 95% من الناس. وبالتالي تكميم المعدة يمكن برضو أن هي تعالج أمراض كثيرة زي تكيس المبيض في البنات الصغيرين، كمان ممكن تعالج كمان الناس اللي عندهم اضطرابات النفس أثناء النوم في مختلف الأعمار، ولكن في الأطفال بعد سن 10 سنين السمنة المفرطة بتعمل دهون كتيرة في الحلق، وبالتالي الطفل بيبقى عنده انقطاع في النفس أثناء النوم بصورة فعلا مرضية، قد تكون يعني مرضية لدرجة أنه الطفل بنام تاني يوم أثناء النوم، أثناء اليوم يعني العادي بتلاقيه بياخد فترات نوم كتيرة. كمان ممكن كمان تكميم المعدة بتعالج تكيسات المبيض في السيدات اللي هم المقبلين على الإنجاب عندهم مشكلة أو تأخر في سن الإنجاب. الحقيقة طبعا كمان في مشاكل كتيرة زي اللي هي دهون الكبد اللي هي ممكن تكون مرضية، الدهون الثلاثية في الدم اللي بتبقى بصورة مرضية طبعا برضو تكميم المعدة بتعالجها مع معالجة السمنة المفرطة. فتكميم المعدة هي عملية سريعة، إقامتها في المستشفى كلها 12 ساعة، وقت العملية قد لا يتعدى نص ساعة لساعة في الأوزان الأكبر شوية والأضخم. عملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى. خلال 12 ساعة ده منظومة الفاست تراك يعني بتنفذ بحيث إن احنا ما نقعدش في المستشفى فترة كبيرة، باستخدام أحدث الأدوية في التخدير، وتخدير آمن لدرجة إنه ما بناخدش وقت خالص ما بين انتهاء العملية وإن احنا نبقى فايقين وراجعين للتواصل مع المجتمع مرة تانية. يمكننا برضو بعد منظومة الفاست تراك ان احنا نمشي بعد ساعتين من اجراء العملية نتمشى ونتحرك كويس جدا. بعد منظومة الفاست تراك ممكن كمان ان احنا نبتدي نشرب بعد 6 ساعات، بنبتدي نخرج من المستشفى خلال 12 ساعة. الحقيقة طبعا التقنيات الحديثة في مجال جراحات السمنة المفرطة باستخدام المناظير الهاي ديفينيشن، باستخدام الدباسات الامريكية الحديثة اللي وصلت دلوقتي ان احنا بنعمل العمليات بالدباسه الذكيه، دباسه سيجنيا اللي هي كمبيوترايز سيستم بيخلينا مؤهلين جدا ان احنا
نعمل عملية في وقت قصير. استخدام برضو الدبابيس الثلاثية تراي ستيبلر ده بيخلينا طبعا طول الوقت بنشتغل بأمان أكتر، نزيف أقل، تسريب أقل، مفيش يعني نسبة مضاعفات، بنبتدي نرجع للحياة الطبيعية في وقت قصير جدا. احنا هدفنا من إجراء العمليات سواء تكميم معدة أو تحويل مسار معدة بأنواعها إن احنا نحسن اللايف ستايل، وهو ده هدفنا إن احنا يعني ننزل وزننا، نعالج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، ونحسن اللايف ستايل، ويعني نرجع لحياتنا بدون مشاكل، بدون أمراض، بدون سمنة مفرطة. نشاطنا الطبيعي أو رجوعنا للعمل يمكن الرجوع بعد يوم من إجراء العملية، يعني اليوم اللي تعمل فيه العملية اللي هتخرج فيه اقعد في البيت، تاني يوم ممكن ترجع لنشاطك الطبيعي مع ممارسة رياضة خفيفة كده في أول شهر، وممكن رجوع للنشاط الطبيعي جدا خلال يوم بعد إجراء العملية. هنطمنكم على بقية الناس وفي الليست النهاردة إن شاء الله بفيديوز تانية، ونشوفكم على خير مع فيديوهات جديدة. شكرا جزيلا، بالتوفيق. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس.